السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا متابعين قناة منوعات جريئة، قناتنا ثقافية سياسية رياضية فنية، قناة لكل الناس ومن الناس ولأجل الناس، وعشان تدعمني دايما وعشان ألقى استحسانكم وعشان أنزل ما هو جديد يا ريت إنك أنت تشترك بالقناة وتفعل الجرس. الفنانة المحترمة نرمين الفقي أثارت نوع من على السوشيال ميديا من التعليقات والبوستات الغريبة الأطوار. الفنانة نرمين الفقي لها محبة كبيرة من الجمهور وأنا من أكتر الناس اللي بحبها، فيا ريت إن هي تطلع وترد، مع إنه أنا ضد الكلام عموما على السوشيال ميديا. نرمين الفقي من أحد الوجوه المحترمة اللي على ساحة الفن المصري ولها كثير من المحبة لدى الجمهور. بتقول أنا عايز راجل وعايز السنة دي وعايزة إن هي تقول له بحبك، ده طبعا وضع طبيعي لأي إنسانة عايزة ترتبط بحد، إن هي طبعا إن هي تلاقيه سند وراجل وإن هي بتقول له بحبك والكلام ده. بس اللي هو في نقطة غريبة، ويا ريت إن هي هنشوف النقطة دي إذا كان هي نقلتها ولا إن هي اتنقلت بطريقة خاطئة ليها. هي بتقول انا ما عنديش اي مانع ان انا اتجوز من اي اديان. لا، لو انت ما عندكيش مانع الدين بتاعنا يمنع، لو انت مسلمة وموحدة بالله ما ينفعش انك انت اصلا تتزوجي غير راجل مسلم. ده اللي انا حبيت بس اقوله لك، ده مش من باب المزاج، ده من باب الشرع. ده لو فعلا السوشيال ميديا ما ان الصحفي اللي نقل تصريحاتك نقلها بطريقه صحيحه، يعني لو انت فعلا قلتي ان هو انت ما عندكيش اي مانع انك انت تتجوزي اي احد من الاديان، لا ده مش بالمزاج حضرتك، بدالك انت مسلمه وموحده في الله، المسلمه لا يجوز غير ان تتجوز الا مسلم. ده لو انت حضرتك قلت الكلام ده. انما حضرتك انك انت ليكي محبتك وليكي جمهورك وليكي حياتك الخصوصيه وليكي حياتك الشخصيه، واتمنى من النجمه المحترمه ومن جميع الفنانين بمصر ان الفتره اللي جايه ان هم عدم عرض حياتهم الشخصية على السوشيال ميديا. مش عايزين نسمع أخبار نجوم، مش عايزين نسمع أخبار رياضيين، مش عايزين نعرف ما هو حياة الشخصية الخاصة بالنجوم. إحنا دلوقتي أصبحنا للأسف في حياة غريبة وحياة كئيبة من الأخبار ومن التداعيات الغريبة اللي بتظهر الفترة اللي فاتت لأخبار النجوم وحياتهم الشخصية. مش عايزين نعرف اي اخبار شخصيه، مش عايزين نعرف ايه عن حياتهم، حياه النجم عموما خاصه بيه وليس خاصه لجمهوره، انما احنا اللي يفيدنا بس هو عمله وفنه وبس، غير كده احنا لا دخل لينا بالحياه الشخصيه للنجوم. ويا ريت انك انت عشان خاطر تدعمني دايما وعشان القى استحسانكم وعشان انك انت تنزل الفيديوهات، يا ريت انك انت تشترك بالقناه وتفعل الجرس. مع تحيات منوعات جريئه.